لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف، ونبدأ بالعناوين. في موقع الهيئة نت، بعثة الاتحاد الأوروبي تعترف بأن الانتخابات العراقية شهدت إقبالا منخفضا. في صحيفة المدى، مقاطعة غير مسبوقة للانتخابات تهدد شرعية النظام. في شفق نيوز، رغم اعتراضه على النتائج، الفتح يترك الأبواب مفتوحة أمام التحالف مع الصدر. في القدس العربي، أردوغان يلوح بعملية عسكرية جديدة في سوريا، اتفاق مع روسيا أم نذر تصعيد خطير بين البلدين. في موقع عربي 21، 400 أسير فلسطيني يقررون البدء بإضراب مفتوح عن الطعام. في الشرق الأوسط، تحالف الفتح يرفض نتائج الانتخابات ويصفها بأنها مفبركة. وفي صحيفة التايمز، دعاوى ضد 2000 ضابط بريطاني ارتكبوا انتهاكات جنسية. السلام عليكم. نشر صحيفة الميثاق الوطني مقالا للكاتب عبد الكريم صباح البياتي، جاء فيه: كان متوقعا، أنجزت مفوضية الانتخابات العراقية وبدعم حكومي وأممي وأوروبي الاستحقاق في ماراثون الانتخابات البرلمانية بنسختها 5 منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، وبنتائج لا تختلف كثيرا عن أي من نسخ الانتخابات الأربعة 2006، 2010، 2014، 2018. من ناحية القوى الدينية الراديكالية التي تتصدر المشهد السياسي في البلاد منذ ما يقارب العقدين، وإقصائها للقوى المدنية والعلمانية مستخدمة السلاح والمال في تحقيق ذلك والترهيب في مرات أخرى. من المجحف القول إن الانتخابات لم تحمل تغييراً، فوجود أجنحة سياسية لميليشيات جديدة حليفة لإيران يمكن اعتباره تغييراً نحو الأسوأ. فرغم تشتت مقاعد البرلمان بين تلك الكتل، أبقاها ضمن دائرة المعسكر الإيراني المسيطر على أكثر من ثلثي البرلمان. مع التأكيد أن كل هذه الأرقام والنتائج التي أعلنت لن تشكل فرقاً بالنهاية، فالمعروف أن الحكومة الجديدة لن تتشكل دون ضوء أخضر إيراني وأمريكي، والأمر ذاته في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وهو السيناريو بات يتكرر كل 4 سنوات في العراق. لقد كانت أولى الخروقات التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات هو تجاوزها على قانون الانتخابات نفسه، الذي يحظر مشاركة الأجنحة السياسية للميليشيات أو الأحزاب التي تمتلك قوى مسلحة، كما تنص عليه المادة 4 في القانون، ما سمح بدخول ميليشيات جديدة ولاؤها وتحركها من طهران أولاً ترغب بزيادة نفوذها على المشهد السياسي في البلاد. إن غياب القوى المدنية التي أثبت الشارع العراقي التفافه حولها في الاحتجاجات الشعبية التي تفجرت بفعل الفساد والتردي المعيشي وتراجع الخدمات واستمرار تغول الميليشيات يؤكد بما لا يقبل الشك بأن العراق يحتاج لمعالجات أبعد من انتخابات شكلية تحولت إلى أشبه ما يكون بتجديد رخصة لعملية سياسية قائمة على أساس المحاصصة الطائفية والحزبية. حاجة العراق اليوم ليس لشعارات فارغة ولا برامج مستنسخة ولا تجد لها أي طريق للتنفيذ، بل لمشروع دولة مؤسسات حقيقي يؤمن بدولة المواطنة المدنية ويحترم الإنسان وحرية التعبير والرأي، ويتعامل مع المواطن على أساس مواطنته لا على أساس طائفته. العالم متمثلا في إعلامه ومراقبيه يختلف تماما عن نفس العالم الذي ينظر من منظور الدولة والسياسة. فالعالم الذي ينظر لانتخابات العراق كتب في صفحاته عن نماذج كاشفة عن فهم حقيقي لما يحدث في العراق وما تمثله تلك الانتخابات.
فعلى سبيل المثال كتب صحيفة لو أورينت الفرنسية: الانتخابات ستعيد إنتاج نفس النظام الفاسد مع تغير الأسماء والوجوه. فيما كتب الصحيفة دا إيكونوميك تايمز أن الميليشيات الموالية لإيران تتحكم بمجلس النواب في العراق. أما الإيكونوميست فكتبت أن الانتخابات في العراق ستعزز نفوذ الميليشيات وسطوتها. مقال للكاتب ياسر عبد العزيز في موقع عربي 21. التمهيد لهذه الانتخابات لم يكن بالترغيب والترهيب كما ذكرنا فقط، ولكن كان أيضا باختراق صفوف الثوار الذين أطاحوا بعادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق من خلال إقناعهم بالنضال السياسي، وهو ما أكدنا على عدم جدواه في مقال بعنوان النضال السياسي في دولة الميليشيات. فاستخدموا المال السياسي تارة ووسيلة الإقناع المنطقي تارة أخرى لجر الثوار لكي يكملوا مسيرتهم عبر الانتخابات. وقد ساهم في خلق تلك القناعة لدى عدد من الثوار حالة الإنهاك التي أصابت الثورة والثوار خلال عامين مورس عليهم فيهما كل أنواع القتل والتعذيب والاعتقال، بدءا بالقنص وانتهاءا بتفجير البيوت، مرورا بالاعتقال في أماكن غير آدمية والإخفاء القسري. طف بعض المحسوبين على تشرين بعض المدن في العراق يبشرون بالنضال السياسي وحتمية دخول الانتخابات، ويقنعون الساحات والثوار الأوائل بوجوب الخوض في هذا الطريق وتجربته، وأن الثورة لا طاقة لهم بها، وأنه لا قبل لهم بالحكومة وقواتها الأمنية والميليشيات وعناصرها العسكرية والتيارات وقبعاتها الزرقاوية، وأن عليهم أن يدخلوا البرلمان ويحققوا أهداف الثورة من خلاله، وأن ينتزعوا حقوق الشهداء والمصابين في الثورة عبر التشريعات ومحاسبة الفاسدين بالقانون. فالتظاهرات لم تجني إلا مزيدا من الشهداء والمصابين والمخفيين قسرا. ويقول الكاتب إن الحل هو الثورة واستكمال ما بدأ، فإرادة الشعب فوق كل إرادة، وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب المجتمع الدولي ويندحر الرصاص أمام إرادة الشعب. والأدوات كثيرة لكن الطريق طويل. تقول العرب: في الإنسان إذا مرض آخر العلاج الكي. وتقول الشعوب: في الوطن إذا مرض آخر العلاج الثورة. ماذا بعد الانتخابات؟ عنوان كتبه الكاتب حسين صالح السبعاوي، نقتطف جزءا منه. من المعلوم عندما تنتهي الانتخابات في أي بلد ذي نظام برلماني وتعلن نتائج الانتخابات، يبدأ الحزب الفائز بتشكيل الحكومة والحزب الخاسر ينتقل إلى المعارضة. إلا في العراق فعندما تنتهي الانتخابات يبدأ الدور الأمريكي الإيراني في تكثيف الجهود لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ويبدأ النواب ورؤساء الكتل السياسية بالسعي نحو السفارة الأمريكية والسفر إلى إيران أو أخذ التعليمات من خلال سفيرها في العراق. أما مجلس النواب فلا علاقة له بهذا الأمر، فمن لم ترضى عنه أمريكا وإيران فلن يكون رئيسا للوزراء أو في أحد المناصب السيادية حتى لو حصل على الأغلبية في المجلس. وهنا تبدأ الصدمة من أصحاب الجعجعة الانتخابية والسقف العالي الذين كانوا يتكلمون عنه من استرداد الحقوق. إن الانتخابات التي أجريت شاركت فيها الميليشيات والأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة، أليس هم أنفسهم الذين يتسيدون المشهد الانتخابي منذ الاحتلال؟ ألا يحظر الدستور العراقي مشاركتهم في أي انتخابات، بل حتى يحظر تشكيل أحزاب لها أذرع مسلحة؟ إن العملية الانتخابية في العراق وبأسلوبها الحالي هي عملية مفروضة على الشعب العراقي، ولا يمكن أن تنتج حكومة وطنية تمثل الشعب العراقي بكل أطيافه، ولا يمكن أن تنتج عن أي حكومة تتشكل من خلال هذه الانتخابات إلى مزيدا من التهجير والاعتقال ومزيدا من الفساد الذي نخر الدولة العراقية وعشعش في كافة مفاصلها. كما لا يمكن أن تبارك أمريكا وإيران لأي انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة وطنية تمثل الأغلبية السياسية وتخدم كافة أبناء المجتمع باعتبارها حكومة لكل الشعب.
تسعى أمريكا وإيران من خلال هذه الانتخابات إلى عدم تمكين أي حزب بالفوز بالأغلبية المطلقة، خاصة في ظل تنافس أكثر من 200 حزب وكيان سياسي، وذلك في سبيل إبقاء هيمنتها على الحكومة العراقية الائتلافية. ولذلك أي بادرة وطنية لتشكيل حكومة وطنية بواسطة الانتخابات ستكون فاشلة حتى قبل خوض الانتخابات. مجلس النواب القادم لن يختلف عن المجالس النيابية السابقة الممتلئة بالفساد، وستبقى أمريكا وإيران تتلاعب بالنواب كتلاعبهم بأحجار رقعة شطرنج ليس فيها ملك. أي تغيير في العراق بعد الانتخابات للكاتب أياد الدليمي، حيث قال إن أي تغيير يمكن أن تحمله هذه الانتخابات للواقع العراقي. هل يمكن أن تؤدي إلى تغييرات حقيقية تمس واقع المواطن العراقي؟ هل فعلا يمكن أن تؤدي إلى تشكيل حكومة قادرة على تحمل عباء فساد 19 عاما؟ هل ستكون الحكومة الجديدة قادرة على أن تواجه السلاح المنفلت وتحصر السلاح بيد قواتها الأمنية؟ هل سيكون لهذه الحكومة القدرة على أن توفر الوظائف والأعمال لجيش من العاطلين تجاوز نسبة 20% بحسب بيانات وزارة التخطيط العراقية؟ إذا كان النظام الانتخابي الجديد قادراً على أن يحدث تغييراً ما في خريطة الوجوه التي ستصل إلى مجلس النواب، فإنه حتماً لن يكون قادراً على زعزعة الفاسدين ومكاناتهم. فالتحالف بين المال والسلاح كانت له السطوة الأكبر والصوت الأعلى في انتخابات الأحد الماضي، وإذا ما فتشت في أوراق المرشحين والكتل التي تدعمهم وعرفت حجم ما أنفق في هذه الانتخابات، فقد تصاب بصدمة أن كل هذه الأموال تنفق في بلد يعيش نحو 30% من سكانه تحت خط الفقر، فيما يحتل المرتبة الرابعة عالمياً فيما يصدره من نفط، وربما المرتبة الثالثة أو الرابعة في احتياط الذهب الأسود. هناك اليوم فريقان يحاولان أن يدافعا عن نظريتيهما في الكيفية التي يمكن أن يحصل فيها التغيير المنشود في العراق. فريق أدمن فكرة أن التغيير يجب أن يأتي من داخل العملية السياسية، لأن تغيير هذه العملية من خارجها مستبعد وغير ممكن ومستحيل من وجهة نظرهم. وفريق آخر وجد أن أفضل خيار للتغيير هو مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية برمتها، وإحداث ضغط شعبي قادر على أن يدفع بتغيير هذه العملية، مستشهدين بتظاهرات تشرين 2019 التي، وعلى الرغم من القمع والترهيب الذي مورس بحق نشطائها، إلا أنها ولأول مرة دفعت حراس معبد العملية السياسية في العراق إلى تغيير الحكومة وتغيير قانون الانتخابات. وبغض النظر عن صدقية أي من الفرضيتين، يؤكد الواقع أن المفاعيل الخارجية بالنسبة للملف العراقي أقوى بكثير من المفاعيل الداخلية، فلا تغيير يمكن أن يطرأ على العملية السياسية في العراق. لن تأتي الانتخابات وحدها بالتغيير المنشود في العراق، فأنت تضع صناديق لاختيار ممثلين عن أحزاب لا تؤمن بالديمقراطية، ولو كان لها الأمر لبطشت بخصومها وكل معارضيها، وهو ما تجلى في تظاهرات تشرين. صحيفة الجارديان عنونت: فساد الطبقة السياسية وراء تدني نسبة المشاركة في التصويت جاء فيه. شهدت انتخابات العراق البرلمانية تدنيا بعدد المشاركين في التصويت من الذين قرروا مقاطعتها، ما قد يؤدي ذلك إلى تعزيز قوة نظام سياسي في خذلهم أصلا. كان هناك شعور سائد بين الناس قبيل الانتخابات يفيد بأن التصويت لطبقة سياسية متهمة بعدم تقديمها أي خدمة أساسية أو أي شيء لحماية مواطني البلد سوف لن يحقق أي تغيير للوضع الراهن. وكان من أسباب الدعوة لانتخابات مبكرة هو الاستجابة لمطالب احتجاجات عامة ضد الحكومة انطلقت في تشرين الأول 2019، راح ضحيتها ما لا يقل عن 600 شخص قتلوا برصاص حي وقنابل مسيلة للدموع أطلقت من قبل قوات أمنية ومجاميع مسلحة
في محاولة لإيقافهم. ومنذ ذلك الحين فر العديد من النشطين لبلدان في المنفى مع تعرض عشرات آخرين منهم للقتل ومحاولات اغتيال داخل البلد. بدت حالة انخفاض نسبة التصويت كأنها انعكاس لانعدام الثقة في النظام الديمقراطي الذي أدخل البلد بعد الغزو الأمريكي عام 2003 في حالة من الفساد التام. التنافس على نفوذ مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعدا بين كتل سياسية ينحصر تأثيرها على انتخاب رئيس الوزراء الذي هو من حصة الشيعة، ورئيس الجمهورية الذي هو من حصة الكرد، وكذلك رئيس البرلمان الذي هو من حصة السنة. من المتوقع أن تستغرق عملية التنافس والاتفاق على هذه المناصب أشهرا عدة، وهي عملية يتم الاتفاق خلالها بين الكتل على توزيع الوزارات فيما بينهم. ستكون الحكومة الجديدة غير قادرة على إيجاد حلول لمشاكل البلاد المزمنة التي تواجهها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وإذا يحاول المجتمع الدولي اعتبار هذه الانتخابات بمثابة نجاح فإنه يتجاهل العنف الذي رافق الحملة الانتخابية والرفض لطبقة شباب معزولة من المشاركة. أشار صحيفة واشنطن بوست في مقال كتبه إيثان ثارور عن العلاقة المتزايدة بين الحزب الجمهوري الأمريكي وجماعات اليمين المتطرف، وقال إن قمة مهمة عقدت نهاية الشهر الماضي في هنغاريا وحل عليها ضيفا بارزا وهو نائب الرئيس السابق مايك بينس الذي انضم إلى رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان وزمرة من القادة القوميين غير الليبراليين من القارة الأوروبية في مؤتمر كان شعاره قيم العائلة والديموغرافيا. في فرنسا وإسبانيا وعدد آخر من الدول الأوروبية فقد موضع الساسة ومن كل الأطياف أنفسهم من خلال الحروب الثقافية على الطريقة الأمريكية فيما يتعلق بالهوية السياسية وكيفية التعامل مع التاريخ الوطني. وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز رحب اليميني الفرنسي المتطرف إريك زامور والذي يشاع أنه سيرشح نفسه للانتخابات الفرنسية في نيسان أبريل وزادت شعبيته في استطلاعات الرأي، رحب بالعلاقات مع ترامب قائلا: من الواضح أن هناك نقاطا مشتركة، ومن ناحية أخرى فشخص قادم كليا من خارج النظام الحزبي وليس له مسيرة سياسية وأكثر من هذا يعرف أن مشاكل الطبقة العامة الكبرى نابعة من الهجرة والتجارة، ولا يوجد ما يقابل هذه الروابط بين اليسار الأوروبي ونظيره الأمريكي. وقالت مسؤولة أوروبية اشتراكية ديمقراطية في زيارة لواشنطن إن المؤسسة الديمقراطية قد تجد علاقة مع يمين الوسط الأوروبي أكثر من يسار الوسط الأوروبي، ويعد الحزب الجمهوري الأمريكي وفي الشروط الدولية حزباً ينتمي لليمين المتطرف. قام معهد فيديم بجامعة غوتنبرغ بالسويد الذي لديه مؤشر يرصد مئات الأحزاب السياسية في 169 دولة بناءً على منظور مشترك بمتابعة مسار الحزب الجمهوري، وبناءً على هذا الرأي فالتحول نحو القومية المتطرفة التي تمظهرت عبر الترامبية جعلت الحزب أقرب إلى الفصائل الميالة للشمولية الحاكمة. أصبح الحزب الجمهوري أكثر تطرفاً وبعداً عن الليبرالية من الأحزاب المتطرفة في أوروبا الغربية مثل المجتمع الوطني في فرنسا وفوكس في إسبانيا، وظهر في نهاية الأسبوع السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز في تجمع افتراضي في مدريد عقده حزب فوكس، حيث تحدث بعبارات وردية عن القيم المشتركة بينه وبين زعيم الحزب سانتياغو أبيسكال الذي يتبنى سياسة شرسة مناهضة للمهاجرين ومعادية للمسلمين. رفضت الروائية الإيرلندية سالي روني عرضاً من دار النشر الإسرائيلية مودان لنقل كتابها الأخير Beautiful World Where Are You إلى العبرية دعماً للشعب الفلسطيني ولحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. الرواية صدرت في سبتمبر أيلول الماضي وهي من أكثر مبيعاً في المملكة المتحدة وإيرلندا. وذكرت روني في بيانها بتقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في أبريل نيسان الماضي عنوانه
تجاوزوا الحد السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد. وقالت إن هذا التقرير الصادر في أعقاب تقرير مماثل نشرته منظمة بيتسليم يؤكد ما تقوله مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية منذ فترة طويلة: نظام إسرائيل المبني على السيطرة والفصل العنصريين ضد الفلسطينيين يستوفي تعريف الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.